السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا، اليوم خرجنا من الاستوديو البث المباشر وتم تجواننا ميدانيا في احدى الدوائر الخدميه التابعه الى وزاره الداخليه. هذه الدائره هي مديريه الجوازات والاقامه، بالتحديد جوازات الكرخ، وايضا بالتحديد الجواز الالكتروني. هذه التجربه انا اعتبرها بوجهه نظر رائده جدا، ان يكون المواطن يعتمد على معايير حديثه، يتعامل الكترونيا، يغادر قضيه الاوراق والمستمسكات والصور، وان يذهب باتجاه الالكتروني، الحجز الالكتروني، انتظارك ماكو اقرباء فلان وانسان يقدم على انسان، بل الجهاز الالكتروني. والآن سبحان الله، الجهاز الآلي هو من ينادي وليس الإنسان، فهذا بالتأكيد هذا تقليل من الروتين وتسهيلات جميلة بصراحة. هذا أعرف كل تفاصيلها وأسئلة كثيرة عن المبلغ وتبعات هذا الجواز، صلاحياته، يعني صلاحيته يمتى تنتهي، الدول التي ممكن أن يدخل هذا الجواز بها، معايير الجواز، هذا كل أسئلة راح تكون مع جولة لحلقة كاملة لهذا اليوم مع السيد العقيد حسان جمعة حسان، مدير جوازات الكرادة. نرحب بك أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بكم، ونرحب بكم بهذه الزيارة إلى قسم جوازات الكرادة. أهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم سيادة العقيد. أعتقد أني بديت بالمقدمة. نعم. شيء عام عن الجوازات، يا ريت تعطيني نبذة مختصرة. نعم. وتذو اختصاص. نعم، دائرة جوازات الكرادة من الدوائر اللي الرائدة اللي تميزت هذه الدائرة بتقديم الخدمات الإنسانية عن طريق الحقيبة المحمولة قبل لا تتحول إلكترونيا، وكانت قريبة من الحجاج، لأنه كل المحافظات يراجعون هيئة الحج بمقرها بغداد، فكانت الاستثناءات كلها على دائرة جوازات الكرادة لقربها من الهيئة. بالإضافة إلى الحقيبة المحمولة، الحقيبة المحمولة قبل أن نتحول إلكترونيا ضمن الجوازات الورقية العادية، عندنا إمكانية أنه ننتقل إلى مكان تواجد المواطن، سواء كانوا حالات إنسانية أثناء فترة القتال ضد عصابات داعش، كان أيضا انتقال مكتبنا إلى المستشفيات لغرض حصول الجرحى والمصابين بمختلف صنوفهم الأمنية على الجوازات، فكانت متواجدة على 24 ساعة وطول أيام الأسبوع دون استثناء، أيام العطل، أيام العيد كنا نقدم هاي الخدمة. نعم، بعد تحولنا للجواز الالكتروني، الجواز الالكتروني خفف هواي امور من الروتين اللي هو كان سابقا مراجعه العرض حكي خارج الدائره والحصول على الصك المعامله، تحولت المعامله بالكامل الى الكترونيا، وكل تقدم كل الاستبدال حسب الرغبه، انتهاء الصفحات النفاذيه والفقدان، استبدال بكامل صفات الجواز بكامل صفاته. باشر مكتب جوازات الكرادة قبل 3 أشهر بعد عيد الفطر مباشرة، أشرف السيد مدير الجنسية العام على افتتاح المكتب وباشرنا بهذا العمل، التقديم عن طريق نافذة الجواز الإلكتروني، إحدى التطبيقات اللي تنزل على أجهزة الموبايل أو الحاسبة، يدخل المواطن على هذا التطبيق ويختار الدائرة مالته سواء كانت الرصافة أو الكرخ، ويختار الدائرة المختصة إذا كان ضمن رقعة دائرة جوازات الكرادة أو دائرة جوازات العظمية، يحصل على كود للمراجعة ومن ثم موعد للمراجعة. تحديدا من المواطنين اللي يستفادون من خدماتهم؟ قسم جوازات الرصافة من بغداد كامل، كل الرصافة. كل الرصافة مقسومين بين دائرة جوازات العظمية الإلكترونية ودائرة جوازات الكرادة، مفتوحة للجانب الرصافة. أكو تحديد يوم معين لتقديم الإلكتروني؟ الحجز الإلكتروني يبدأ من يوم الخميس إلى الخميس الثاني لمدة أسبوع، وتوجيه معالي السيد وزير الداخلية أنه يوم السبت يكون دوام رسمي، فيكون يوم السبت مفتوح بدون حجز، نتواجد منذ ساعات الصباح الأولى، نشرف على إدخال عدد معين من المواطنين اللي ضمن استيعاب القاعتين اللي ضمن الدائرة، ونكون ملزمين
بترويج معاملاتهم وإصدار جوازاتهم حتى نهاية آخر مواطن. أنتم شفت مسائل؟ الدائرة تعمل بشفتين، شفت صباحي من الساعة 8 حتى الساعة 3، والشفت الثاني يبدأ الساعة 2 حتى الساعة 7، ويكون الشفت المسائي مغادرته مقترنة بمغادرة آخر مواطن. إذا سيادة العقيد راح نبدأ جولة وياكم، خلنا معلومات جيدة وأكو أسئلة إن شاء الله بعد جولة. نبدأ من بداية جهاز الحجز الإلكتروني. بداية كل يوم عمل، بداية يوم حسين شلون؟ الله حسين الموظف المسؤول على تحديد المواعيد. بداية كل يوم عمل نستلم قائمة الحجز الإلكتروني للمواطنين وننتظر حضور المواطنين. طبعا الوقت الحجز يكون محدد لدى المواطن، يكون حجزك بالساعة المعينة، الساعة 8 صباحا يبدي الحجز، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5:30 يكون مقسم على لحضور المواطنين. فأكرم مهدي أحد المواطنين حاضر، أشرنا حضوره، استلم قصاصه بهذه الآلية. يستلم المواطن قصاصه، يبقى ينتظر المراجعين. حاليا عندي عدد الزبائن اللي منتظرين 78 مواطن، 78 نقسمها على عدد الطوابير اللي هي عندي 6 طوابير، يكون عندي الطابور مكون من 11 شخص. فهذه الآلية انه 11 شخص على طول اليوم، النظام مقسمهم انه انت تجي وتعرف انه قدامك 11 شخص. بس اكيد ما لا ممكن يصير هاي اجهزة الكترونية يصير. نعم يصير ارهاصات. شو راح تعالجوها؟ الاكثر المشاكل اللي نعانيها حاليا هو الدفع الالكتروني. الدفع الالكتروني اكثر مواطنينا غير حاصلين على بطاقة دفع الكترونية، بسبب انه هذا الموضوع مقتصر على موظفين الدولة. فالموظفين الدولة قسم من المواطنين، لكنه الأكثرية الموظفين غير حاصلين. فان هذا الموضوع اللي نعاني من عنده، نوجه المواطنين على ضرورة الحصول على البطاقة. يعني نتفاجأ انه المواطن بداية حضوره حتى لا يروح موعده، نطيل حجز ونوجهه للمقعد، نخليه يكمل تصوير حتى لا يروح سراء، بعدين نوجهه نقول له احصل لنا على بطاقة الدفع الآلي. نعم. يعني تقريبا باليوم كم شخص يقدم حاجة؟ ما لا يقل عن 300 باليوم الواحد؟ باليوم الواحد ما يقل عن 300، يعني بين 300 وأحيانا يوصل للـ400. اي 400، لانه الحجز على اساس عوائل. يعني احنا حجزنا 200 عائله، او احنا ما شاء الله العوائل العراقيه ماكو عائله مكونه من نفرين، فاحنا احيانا 400 احيانا 450 احيانا 300، فهكذا. الحمد لله اخذنا الكارت. ينتظر المواطن بالطابور حاليا نادى و60، يتوجه للنافذه مالته. توجه المواطن للنافذة مالته. نعم سلسلة النوافذ، 6 نوافذ. تباشر المعاملة، أرشفة المستمسكات إلكترونيا، أرشفة المستمسكات وكرت المراجعة مالته. سيادة العقيد، دائما تعتمدون البطاقة الموحدة؟ نعم البطاقة الموحدة يتم قراءة بياناتها إلكترونيا من قبل جهاز معين لهذا محدد لهذا الغرض. تتقاطع بيانات البطاقة الإلكترونية مع الجواز المقروء آلي السابق إذا كان المواطن لديه جواز سفر سابق. وأيضا بنفس الوقت نأكد على المواطن في حالة إذا كان حاصل على إقامة بالخارج، حتى تكون بياناته الإلكترونية باللغة الإنجليزية مطابقة لإقامته. بعد أن يوقع على هذه البيانات، يوقع عليها إلكترونيا ضمن هذه اللوحة الواد، ضابط التدقيق يعطي تحقق من البيانات مالته، سواء إذا كان المواطن لديه منع أو إشكال قانوني أو ما يسمى المعالجة. نعم لا قبل المعالجة تدقيق أمني، وبالإضافة إلى تدقيق فني إذا كانت بياناته صحيحة أو غير صحيحة. ما تتوقف المعاملة، تتحول إلى القسم الأخير اللي هو قسم الحسابات. تتكلم نحن نوصل هالمنطقة، موضوع كلش حساس. نعم نعم عنده بالحاسب كل نعم 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 قسم نعم السيستم مرتبط، أقسام المديرية مربوطة بسيستم واحد اللي هو أقسام المديرية. قسم المنع يتم معالجة البيانات المواطن إلكترونيا، سواء إذا كان ممنوع من السفر أو كان مطلوب إلكترونيا هو جالس على مقعد التصوير.
قبل لا تتحول لقسم الدفع الالكتروني اللي هو الحسابات. هسه احنا نشوف. السلام عليكم سياده النقيب. شنو اللي هسه عنده ملاحظه الاخ المراجع؟ الاخ عنده اختلاف بالمواليد. سابقا كان مواليده 23 ايش قد؟ 23/8. هسه من سوى موحده طلعت 22/8، صار تباين بين الجواز وبين الموحده. فادز كتاب للقانونيه ندز بيه صحه الصدور، المواليد منو صحيح؟ الموحده صحيحه يا اما الجواز صحيح، فصار تباين صورته وكملت على ضوء الموحده صحيح. فيجيب لي نسخه صحه الصدور بين مواليده 22/8 اعتمدها وامشي. كل الهلا بك. جزاك الله خير. شكرا. واضحه الفكره. شلون الاجراءات يعني سياده العقد؟ جيده وسهله وسريعه. شقد نحجز الكونتور؟ يوم الخميس. الخميس هذا؟ الخميس. وكملت هاي وجت اليوم؟ اي الاحد. نفس اليوم ساعة الاستلام. استلام ساعة تقريبا، ساعة من الإجراءات تقريبا، ساعة حسابات ومعالجة تدقيق توصل للطباعة يستلم تقريبا ساعة أقل إن شاء الله. كل التوفيق. شكرا شكرا. بعد أن يتم التحقق من بيانات المواطن ويحصل على موافقة ضابط التدقيق تتحول بيانات المواطن إلى قسم الحسابات، يتم الدفع الآلي عن طريق البطاقة الآلية للدفع الآلي، بعدين يتوجه المواطن إلى القاعة الثانية. بخلص بعد. نعم. يتوجه إلى القاعة الثانية. زين. قبل لا ننتقل القاعة الثانية خلنا نخرج. نحكي مواطن. إيه. السلام عليكم. شلونك؟ السلام. هذا العالم ما كنا عايشين سابقا، واحد إيش الله مو مديح اللي أمام سيد العقيد. عالم حلو راقي، التعامل جدا راقي. وأنا تفاجئت. العملية مسرعة جدا. إحنا كنا نحلم بعد شهرين نأخذ جوازنا سابقا. كنا نعيش هناك بالمعمعة والتدخين والتراب. الثاني اتمنى يمشون اليوم لين عايش بالبرد هنا. الله يستر ان شاء الله. موفق ان شاء الله. السلام عليكم حجينا. شلونك يا حبيبي؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. شلون الاجراء؟ نعمه من الله. اولا اسلوبهم حلو وعندهم مساعده للناس، يعني ما يخلون اللي معوق اللي محتاج، الناس ما يقصرون وياه. خاصه سياده العقيد هنا. امتى قدمت على والله انا اليوم جيت راسا ما تاخرت، يعني انطوني القصاصة والرقم وهسه سراي 108. يا الله موفقين ترى مين، وخاصة هذا السيد العقيد. موفقين موفقين ان شاء الله. اشكرك يا حبيبي. مرحبا. سلام سلام. ابنك الله يسلمك. الله يسلمك ان شاء الله. الله يخليك. سالك ايش قد ما قدمت؟ تقريبا بالتسعة جيت دخلت. زين هسه يعني بالعشرة ونص تقريبا ساعة ونص ان شاء الله كملت اجراءاتك؟ يعني بعد انتظر بس اللي يجي الرقم ان شاء الله وتخلص خير. يلا موفقين ان شاء الله. اشكرك. شكرا جزيلا. عندك موضوع؟ لا ممنون. حبيب الغالي. حجينا الله يساعدك. اهلا وسهلا ومرحبا. انا 71. 71. ايش قد صار لك؟ ما صار لي هوايه، يمكن اذا يمشي هيك التعامل وهي نعمه من الله. اي والله. اذا هيك تعامل وهل الاسلوب هذا زين نعمه من الله. من الباب اللي هنا. اي. تعامل جيد. اي كلش ممتاز. الحمد لله والشكر. لحد الان هسه اجيك ولا ما تستلم. موفق يا حبيبي. ممتاز هاي قدام ان شاء الله. ان شاء الله. عقيد احسان وصلنا لهذا المكان اللي هو مدير فرع دائرة جوازات الكرادة. بعد أن دفع المواطن الرسم إلكترونيا يتوجه الحاسبة مدير الفرع يتم تدقيق. وهسه ماخذ من موقع عدنا. نعم. يدقق الضابط المسؤول عن تدقيق عن الفرع، يدقق بيانات المواطن، الاسم بالعربي بالإنجليزي، تأرشفت كل المستمسكات الخاصة به الأصلية، يمنحها موافقة تتحول المعاملة إلكترونيا إلى قسم المعالجة. قسم المعالجة قسم مختص ضمن أقسام مديرية شؤون الجوازات، معني بتدقيق بيانات المواطن، أنه تم أخذ البصمات، تم أخذ بصمات العين بالإضافة إلى صورة المواطن، بالإضافة إلى تفاصيل الاسم العربي والإنجليزي الجنس، ومن ثم يمنحها موافقة لتعود المعاملة إلكترونيا إلى القسم مرة ثانية. شنو مثلا اكو اكيد جوازات ترجع يعودوها تحتاج كتاب، شنو المشاكل اللي هذا المكان يرجعها؟
احيانا بعض المواطنين يعانون من امراض جلديه او يعانون من الضغط او السكر، تكون بصمات الاصابع غير واضحه، فبالتالي الضابط اللي مختص عن هذا القسم هو اللي يمنحهم الاستثناء من بصمات الاصابع. نعم، توقيع الكتروني وتوقيع ورقي، وتؤرشف الاستماره الخاصه بهذا الغرض بعد ان تؤيد من مدير الدائره ويصادق عليها المواطن نفسه شخصيا، لانه غير لم نستطع الحصول على بصماته، لكنه استطعنا الحصول على بصمه العين اللي نستخدمها لاحقا بتسليم الجواز. نتحول الان الى شعبه الطباعه بعد ان تحولت المعامله الكترونيا الى المعالجه لتعود الى شعبه الطباعه. شباب الطباعة، السلام عليكم. شلون شباب؟ وعليكم السلام. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا بابا. ايش قد تأخرتي هنا من جهة التوالي؟ يعني تقريبا ثلاث ساعات. تقريبا ثلاث أربع ساعة. الحمد لله. شلون بصراحة الإجراءات؟ والله الإجراءات سلسة جدا، ويعني وتنظيم عالي. نشكر يعني جهود وزارة الداخلية بهال يعني الأمور كلش سهلة ومنظمة، إن شاء الله باقي الوزارات على نفس النهج. إن شاء الله. إن شاء الله. كل تأكيد يعني قبل منح الجواز يعني. كيف نعم. كانت الإجراءات هناك مقارنة؟ إيه طبعا فرق كلش هواية، يعني قبل كان يعني ازدحام هواية وروتين أعقد. مرة توصل لها 6 أشهر يعني. إيه بالضبط. لا هسه ما شاء الله يعني بنفس اليوم تستلم الحمد لله والشكر. بس دولتين يقول لك ما مسموح لنا، شلون قالوا فرنسا دولتين بالجواز؟ ما عندنا تفاصيل عن هذا الموضوع. معلومه الجواز اللي المقبوليه مالته يكون من اختصاص وزاره الخارجيه، بينما الاجراءات الامنيه وطباعه الجواز واصداره تكون من اختصاص وزاره الداخل. ما يخاف اوفف موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. طابور المواطنين للاستلام. استلام الجوازات. طابور المواطنين. شنو هاي معامل؟ شو هاي ورقية؟ هنا أنا حاصل على موافقة استبدال جواز لانتهاء الصفحات. انتهاء. الكتروني انتهاء الصفحات؟ لا جواز ورقي وحاصل على موافقة استبدال لانتهاء الصفحات. شلون المعاملة؟ ممتازة بالعكس. ما شاء الله. تشيلات؟ أكو معوقات؟ لا ما في، إن شاء الله كلهم خير وبركة. حبيبي المواطنين بالمراحل الاخيره ان شاء الله. جيد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله. شنو المعوقات؟ اخروك؟ والله ما اخروني، كلش ما اخروني، ممتاز الخدمه مالتهم، الاسلوب مال الشباب هم كلش حلو، بس اكو ملاحظه شفتها اني لو يزودون الكاونترات مال المنافذ الستة يكون افضل، يكون يعطي سلاسه اكثر للموضوع. نعم اكو اعداد كبيره قاعد. اي نعم، لانه اعداد كبيره، وهذا هسه الناس بعدها ما متوجهه للالكتروني اكثر شيء، يعني مو كلش يعني الناس شيء جديد بعدهم، فاذا صار زخم عليه هذا جزء ما يلحق، فالافضل انه يزودون الكاونترات ويسيطر على الموضوع. جيد. هسه يمكن راح اتحدث شويه بالنيابه عن السيد العقيد. هنا مكتبين فقط للرصافه. أي. اللي هي كراده والعظمي. نعم. اعتقد بعد تنفتح زيون صير الكترونيه وكذا. مربوط. تتوسع هذا. مربوط. بعد ما نشوف ان شاء الله هالمعاملات والصور ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بالتوفيق. الله يعطيكم الصحه. الله يسلمك. طول عمرك. الله يسلمك. والله هي هاي احسن خطوه، خطوه متقدمه بالنسبه للدول الناميه، احنا دوله متقدمه، وهاي خطوه جباره اللي سووها واخواننا اللي موجودين من ضباط والمنتسبين، هاي يسمون معاملتهم طيبه ويا وارشاداتهم. ان شاء الله تصير مجوز ان شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله. شكرا جزيلا. عقيد احسان هنا تطبع المرحله الاخيره، طباعه الجوازات، الطباعه الليزريه للجواز الالكتروني، بعد ان حصل المواطن على موافقه مدير الفرع وموافقه قسم المعالجه المركزيه بقسم تكنولوجيا المعلومات بالمديريه، تجي المعامله الكترونيا الى حاسبه الطباعه. قسمنا مختصه عنده طابعتين لطباعه الجوازات الكترونيا، يتم طباعه الجواز الي، طباعه الكترونيه اليه، المعاملات يكون ترتيبها حسب الاسبقيه. كل هاي المرحله مده الطباعه ما تتجاوز الاربع دقائق، بالاضافه للوقت اللي انتظر المواطن، كل مجموع الوقت ما يتجاوز الساعه. بعد هذه المرحله انه ينطبع الجواز، يتم
قراءة الجواز جودته الإلكترونية إذا كان هذا الجواز صالح للاستخدام أو غير صالح. موجود جهاز. جهاز وبرنامج خاص للجودة بعد أن طلع الجواز من هذا الجواز انتهت عملية الطباعة مالته يتم قراءة الجودة من قبل الموظف المختص بالجودة. دخل جهاز الجودة تم تدقيق المعاملة مالته الخاصة بجودة الجواز نجح الجواز بفحص الجودة. بهالأثناء توصل رسالة للمواطن تبلغ بأنه جوازك انطبع. يتم تسجيل الجواز بالسجلات الإصدار الورقية ونحمل الجواز إلى آخر قسم من أقسام المديرية اللي هو قسم التسليم. جميل. مشاهدين الكرام أخذنا هذا النموذج الجواز الطباع. نعم الجواز فحص جودة مالته. يتم المنادات على المواطن للحصول على استلام جوازه بعد أن وصلته الرسالة. وصلتك رسالة على الموبايل؟ إيه. يتم تدقيق البصمات اللي سبب يعني سبق وأن أخذها بعملية إصدار الجواز. بيقبل غلط لازم يبصم. لازم يبصم لازم. تم التطابق وجودة عالية. تم تسليم الجواز إلكترونيا. صار الجواز صالح للسفر. موفقين إن شاء الله. حجينا موفقين. جميل. هذه المراحل اللي يمر بها إصدار جواز السفر من لحظة دخول دائرة الجوازات إلى لحظة استلام الجواز. سيادة العقيد بصراحة هناك تساؤلات حول مبلغ الوصل يقرأ 25,000 دينار. نعم. والدفع بال 91,000. نعم نعم نعم. شنو هذا الفرق؟ هاي الأموال يقول لك وين رايحة؟ سابقا كان إصدار الجواز السفر العادي يكون من ضمن العقود اللي تبرمها وزارة الداخلية، لكن بعد دخول الاستثمار لغرض الحصول على إمكانيات في إصدار جوازات مكلفة، أكو مبالغ أخرى تضاف من حيث الأبنية بالإضافة إلى صناعة الجواز اللي بهذه المواصفات يتم إضافة هذه المبالغ الأخرى اللي تكون من ضمن عقود مبرمة في وزارة الداخلية حددت هذه المبالغ اللي يتم استقطاعها إلكترونيا. من ضمن هذا المبلغ اللي هو الرسم الخاص الرسم السيادي اللي هو 25,000 دينار. يعني 25 تروح هي فقط للدولة. نعم. الباقي للمستثمر من حيث طباعة الجواز بالإضافة إلى الفنيين الخاصين به. إحنا دائرة جوازات الكرادة يوجد ضمن العمل موظفين ما يقلون عن 6 موظفين فنيين يكونون كظهير للعاملين في قسم جوازات الكرادة بالإضافة إلى موظفين إداريين أيضا متواجدين على مدار دوام الدائرة. نعم. أنا هم سمعت بأنه هي الشركة المستثمرة هي من جهزت المكان. تمام بكل تفاصيله. كل لوجستيات هي من الشركة. بكل تفاصيل. شو مكان آخر؟ مشاهدينا الكرام ومن ضمن تجوالنا في جوازات الكرادة تحديدا جواز الإلكتروني وصلنا إلى قسم تكنولوجيا المعلومات وهذا يعتبر من أهم الأقسام الموجودة في جوازات الكرادة. سيادة الرائد المهندس قيصر صادق فرج يعني يا ريت تتحدث عن هذا القسم وأهميته بدائرة الجوازات. نعم طبعا البداية يعتبر جواز الإلكتروني طفرة نوعية بمجال إصدار الوثائق لما يمتلك من مواصفات أمنية وفنية عالية. الجواز الإلكتروني طبعا يختلف عن الجواز العادي بكونه يحتوي على شريحة إلكترونية تحتوي جميع المعرفات الحيوية والبيانات الشخصية للمواطن العراقي بالإضافة إلى الكود التشفيري PKD الخاص بالمواطن العراقي اللي من خلاله يقدر يستخدم البوابات الإلكترونية اللي موجودة بالمطارات العالمية. مع شنو قصدك بالمعرفات الحيوية؟ المعرفات الحيوية هي البصمة العشرية، بصمة العين وبصمة الوجه.
هذا الجواز شو يعتبر هسه انتم هاي مثل ما تفضلوا نقول طفره نوعيه؟ نعم يعني شو طبعا شو بالبدايه هو هذا الجواز معرف من قبل منظمه الطيران الدوليه الايكاو تسلسل العراق حاليا 90 ومنشور على الويب سايت الخاص بالمنظمه معترف به دوليا وقلت لك المواصفات الفنيه عاليه مالته وامنيا يعني صعب جدا انه احد يقدر يتلاعب به او يغير بياناته. جميل. سياده الرائد اكو مشاكل فنيه؟ طبعا المشاكل الفنيه بالجواز الالكترونيه جدا قليله. ليش؟ يعني احنا نبدي من مرحله اصدار الجواز لحين من مرحله تقديم الطلب عفوا لحين اصدار الجواز. طبعا انت اليوم احنا اختصرنا كل الاجراءات اللي كانت تستخدم بالجواز العادي. بالجواز الالكتروني اليوم ما نحتاج اي استنساخات، مجرد البطاقه الوطنيه زائد بطاقه السكن وخلص الطلب. لازم البطاقه الوطنيه يعني استنساخات ليس. نعم لانه احنا نعتمد على البيانات الالكترونيه اللي موجوده بالشريحه اللي موجوده بالبطاقه الوطنيه. تمام؟ فاختصرنا الاجراءات الورقيه، اليوم المواطن يجي بس بمجرد البطاقه الوطنيه مالته زائد بطاقه السكن ويقدم الطلب دائره اللي هو مراجع عليها وخلال ساعه يستلم الجواز. ايش قد تتوقع سياده الرائد بانه ان كل الشعب العراقي ياخذ هذا الجواز الالكتروني؟ طبعا احنا هسه مبدئيا بدينا بمرحله افتتاح الدوائر باقي المحافظات. طبعا احنا عندنا اولا اعمال مدنيه موجوده لانه احنا مو بس كجواز نحدث، حتى البنايه وشلون المواطن يدخل للدائره ويقدم الطلب ويستلم الجواز هذا كله احنا دارسي. فراح يكون ثيم موحد بكل الدوائر الجوازات اللي موجوده بكل العراق. مبدئيا احنا نرمم الدائره ونصممها حسب ما احنا اتفقنا وبعدين نفتتح بها الجوازات ان شاء الله. يعني مع نهايه هذا العام راح يكون اكو دائره جوازات بكل محافظه زائد المحافظات اللي بها اكثر من دائره ايضا راح تحول بالتدريج. ممتاز. بغداد فقط عندكم الرصافه والكرخ يا دار ويا دار؟ بغداد حاليا عندنا بجانب الكرخ دائره جوازات المنصور ودائره جوازات الكاظميه وبجانب الرصافه عندنا دائره جوازات الكراده ودائره جوازات الاعظميه. نعم ممتاز. الوقت تسليم الجواز مع اجراءات القانونيه ايش قد يستغرق؟ حسب المعدل الثابت لاصدار الجواز الالكتروني 45 دقيقه المعدل. هاي طبعا اذا كانت المعامله ما بها اي متعلقات اخرى 45 دقيقه يكون الجواز جاهز. انا مثلا اريد اطلع جواز وانا مسافر خارج العراق. نعم. اريد اطلع جواز الكتروني. نعم. عائلتي بداخل العراق شلون؟ نعم. هسه مبدئيا انت عندك الجوازات احنا عندنا 20 محطه بالسفارات حاليا كلها تنتج جواز عادي، لكن احنا بالخطه ايضا عندنا اللي هي هاي المحطات راح نحولها انه تصدر جواز الكتروني ايضا بالمرحله القادمه ان شاء الله. هسه بالنسبه للجواز الالكتروني ايضا حتى الطباعه مالته من راح تكون بنفس المكان لسرعه الاصدار. واضح. نعم. هسه انا مثلا عائلتي داخل العراق. نعم. وانا اب. نعم. شنو حتى اعطي موافقه؟ هذا مو فني، هذا قانوني. قانوني. هذا ابو القانوني اجاوبك عليه، هو وكاله تسوي وكاله. نعم. وكاله خاصه لاصدار الجواز. أحسن. نعم. شكرا جزيلا سياده الرائد قيس اسعد الفرج على هذه المعلومه. شكرا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. الله يساعدك حبيبي. وعليك السلام. صار لك شقد ما قدمت؟ والله انا ما مقدم جواز، قدم معامله. شنو المعامله؟ معامله تغيير جنس. ها اي والله. شلون كانت الاجراءات هناك؟ والله كل زين الحمد لله. اخروك كذا؟ لا لا لا. شنو المشكله اللي قدمت طلب للواء؟ والله هسه بعدنا انا جاي ارجع هسه للمدير والوارده وبعدنا القانونية الدورة. تحتاج شيء مثلا كن وياك؟ لا مشكور جزاك الله خير. مشكور حبيبي. حفظك الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام ما زلنا بالتصوير في جوازات الكراد الجواز الالكتروني والحجي اللي تذكروه اثناء الحلقة اللي قال بعد ما اعرف تخلص ما تخلص قلنا احنا باقين نصور حجينا الله يساعدك. خلنا نقول لا حمى الله كان يجي قاعد يمنا. حجي بشر. الحمد لله والشكر ان شاء الله الله سهل. ايوه. واذا تبقى هالتعامل هذا الحقيقة يعني تعامل ممتاز. انا اللي شفته من الباب ولا حد والى الان والى الان بعد حجي غير راح تستلم جواز هسه بس ان شاء الله نبقى وياك اليوم الحج. لا 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 ان شاء الله نستلمه وبخير وبعافيه وانا من شفت وجوهكم وجوه خير وبركه. انتم يا قناه الله الايام الايام يا اهلا بكم ويا مرحبا ان شاء الله خير وبركه والله يوفقك. رحمه الله على والدك. ايش قصه لك هسه لحد الان مجمل عمليه اصدار جواز الى الان توزيع الجوازات ايش قصه لك؟ خليني اشوف ساعتي
صار لي ساعتين ساعة ونص ساعتين. ساعة ونص ساعتين إيه. كمل كل شيء هي راح يكمل كل شيء كجرة راح استلمها هسه ممتاز هاي يعني صيغة حلوة وممتازة يعني زين خلنا نقارن حجينا خلنا نقارن سعة العقيد موجود خلنا نقارن بين الجواز السابق والآن ايش قد كان اصدر لا ذاك ذاك اولا استنساخات ومعامله واذيه ذاك اما هذا لا والله يعني اشوفه كل سهل على المواطن وبعدين هو دولي اي صح تمام دولة اللي حتى جواز قديم دول لكن هذا بيه مساحه اكبر ها وما بيه اذيه مثل ذاك ذاك يعني بس الاستنساخات تاخذ لها فايل سوي لك فايل يعني فايل من الاوراق صح هسه تقريبا بدينا بالتطور شويه خلينا نقول هذا لغت الورقيات هذا الاستنساخات والروتين الاكثر بالضبط. روتين موجود بس هذا روتينه قليل جدا ممتاز تشخيص صحيح الحقيقه يعني هذا تقييم الموضوع يعني 75% شالوا من الروتين السابق تمام 25% الان موجود صح هذا كشخص مواطن عادي انا يعني اعتبره تفضل صحيح اي تمام وإذا تبقى على الحالة هاي فنعمة من الله ممتاز. وناس تشتغل يعني هذول اللي يشتغلون بالجوازات يعني يشتغلون بهمة وبنشاط وبغيره موفقين إن شاء الله أشكرك حكيرا. وأنا أشكرك جدا أشكرك مشكور جدا الله يسلمك ويخليك الله يحفظك وهنا الشخص أيضا اللي صورنا وياسع خذ راحتك راح تسلم الجواز إن شاء الله شلون كانت الإجراءات زين يعني أعتقد منطقية جدا يعني ما بيها تلكب ما بيها شيء فأعتقد يعني موضوع سلس وتنتظر دورك حالك حال أي مواطن إن شاء الله واحد يصيح لك كذا شيء كله إلكتروني أصبح نعم أعتقد يعني التوجه نحو الرقمنة يعني أعتقد بدأ يصير بالعراق فيعني هذا في الموضوع جيد جدا خصوصا حقيقة بالنسبة لي التوجه أنه الدفع الإلكتروني نقاط البيع بدأت تمشي بكل مكان فأعتقد يعني أقل أن انفورست هنا بالجوازات بالدوائر الدولة فهذا فشي جيد جدا يعني أنت ساكن بالعراق؟ أي نعم جيد أكيد زائر أنت دوائر طبعا أكيد شلون نشوف حقيقة يعني أعتقد هاي أسهل دائرة والله عظيم كون هو أصبحت التقنية الرقمية حاضرة يعني نعم أكيد إن شاء الله شوف كل دوائر نادية تقنية حديثة ممكن تسهل عملية إجراء المعاملة. شوف أعتقد هو حالياً بغلبية الدوائر موجود حاسبة جزء حاسبة. بس موضوع إنه الروتين بقى إنه شوني مثل هنا حقيقة قصوا من الروتين كل شيء هو ما أقدر أسوي بالعرض حاجي ما أقدر أصور ما أقدر أعجب السنسخات و فإذا يتحولون مثل هنا إنه رقمنا كاملة. فالموضوع جدا جيد يصير أسهل للمواطن بشكل عام فيعني أتمنى اللي موجود هنا يتعمم على البقية والله كريم إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين الكرام بعد تجوالنا في دائرة الجوازات الكرادة الجواز الإلكتروني شاهدنا نحن وياكم عالية العمل آراء المواطنين خصوص هذا الجواز وأيضا الموظفين وآلية عملهم إصدار الجواز في ختام هذه الجولة طبعا نشكر السيد العقيد حسان جو حسان على جهودك على متابعتك مع المواطنين وكلمة أخيرة نعاهد السيد وزير الداخلية والسيد مدير الجنسية العام أنه أن نكون رجالة ونبذل كل جهدنا في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الحمد لله مواطننا محتاج بعد خدمة وإن شاء الله نقدم لهم الخدمات اللي يستحقوها أحسنتم شكرا جزيلا سيادة أهلا وسهلا إذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج نلتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء في أمان الله